أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع. وأضافت الأونروا في بيان لها أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى الآلاف من العائلات، مؤكدة أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه وأنه لا أمان بدون وقف لإطلاق النار. ولما رموا علينا المناشير أربع مرات، فالرابعة جينا كنا خلينا هان. ولما جيت هان يعني خيمتي دايبة، يعني أنا سكنت في بقيت قاعدة فيها في رفح إلى 5 شهور وإحنا والناس، لكن خيمتي دايبة، بدي أحاول يعني أعمل فيها بالخيطان لكن على الفاضي. شوف كيف تعب أعصاب، شوف كيف قلق، شوف كيف الشراحة، مش عارف إيش بدي أوصف لك صراحة. حتى لما يومنا بتعطيش قلبنا بعيط، زعلانين، تعبانين نفسيتنا. شو وين أولادنا؟ تعب الأولاد، نقل مية، أكل بهدلة، كل شيء بهدلة. أنا ما كنتش بدي أسحب، لكن بدي أنسحب الحين. لما ما ضلش حد في المخيم بدي أنسحب وأشوف أحوالي والمرة والبنت، وهذا ربنا يجيب اللي فيه الخير، وهذا آخر ما عندنا نقوله. كروين نروح؟ مش عارفين نروح، ولا عارفين وين نيجي، ولا عندنا أكل، ولا عندنا شرب، ولا عندنا عارفين الأواعي. كل يوم بننسى، بنوعدش بالدار أكثر ما بننسى، كل يوم إحنا في منطقة، كل يوم إحنا في نتبة، مرة شمال، مرة يا جنوب، مرة يمين، مرة مش عارف.